بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونسرنا أن نقدم لكم هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ونرحب في مستهل هذا اللقاء بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وبعلمكم. بداية في هذه الحلقة، هذا عبد الرحمن عبد الله يسأل، يقول يسأل عن كيف يعالج المسلم المصاب بالعين، كيف يتم علاجه، وما هو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن عرف عنه بأنه عائن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الإصابة بالعين حق، وثبت هذا في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم يعني يصيبونك، على تفسير في الآية. كذلك قوله تعالى في سورة الفلق في آخرها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد يشمل العائن، لأن العائن حاسد، وقد عوض الله نبيه منه صلى الله عليه وسلم من الحاسد في هذه السورة. هذا أيضا لأمته، أيضا. ولهذا تقرأ هذه السورة، تقرأ سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس، هذه السور تقرأ في الرقية من العين وغيرها. جاء في الحديث الصحيح: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر فسبقته العين. وأما علاج من أصيب بالعين، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقية لهذه السور والأدعية. وكذلك يطلب من العائن أن يدعو بالبركة للمصاب وينفث عليه. وأيضا يستغسل العائن ويغسل إزاره، ويغسل الإزار، نعم، دواخل إزاره، وتصب الغسالة على المصاب ويشفى بإذن الله. كذلك لو يتروش العائن بماء، ويأخذ الماء الذي تعوش به ويصب على العائن، كل هذا من العلاج النبوي لإصابة العين. ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الناس يبالغون في هذا الأمر، وكل شيء يقولون هذا عين، كل إصابة يقولون هذه من العين. لا يصلح هذا التشاؤم وهذا الخوف الشديد من العين حتى يتأكد من ذلك. بارك الله فيكم. هل هذا يعني التواكل عند الناس، هل هذا يقدح في العقيدة؟ نعم، يقدح في الإيمان بالله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. ينقص، يعني إذا الإنسان خاف من المخلوق خوفا شديدا، فإن هذا ينقص، لا شك أنه ينقص الإيمان. المؤمن يؤمن بالله ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب الواقية بإذن الله. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: كيف يتخلص العائن من هذا المرض أو هذا المبتلى به؟ الذكر، يكثر من ذكر الله عز وجل. إذا رأى شيئا أعجبه إنه يكثر من ذكر الله ويدعو لصاحبه بالبركة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه أبو صالح المري من الأحساء، يقول: هل يشترط لعقد النكاح أن يكون الشهود من أهل المرأة؟ نرجو التوضيح بارك الله فيكم. من شروط صحة النكاح، نعم، حضور شاهدين عدلين على العقد، ولا يشترط أن يكونوا من أقارب الزوجين، لا يشترط هذا، بل تكفي شهادة المسلم على النكاح ولو كان من غير أقارب الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما الفرق
بين أهل السنة وأهل السلف الصالح؟ أهل السنة هم السلف وهم أهل السنة والجماعة، وكل من تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأولين أو من الآخرين فهو من أهل السنة وعلى منهج السلف الصالح. يراد بالسلف الصالح من سبقنا من الصحابة والتابعين قرون المفضلة والأئمة، كل هؤلاء يقال لهم السلف الصالح ونقتدي بهم، نسير على نهجهم خطاهم كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلي أو على ما أنا عليه وأصحابي، فهؤلاء هم السلف الصالح، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما هم عليه من الهدى والإيمان والتمسك بالكتاب والسنة، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة في كل وقت. وأما السلف الصالح فالمراد بهم السابقون من صدر هذه الأمة ومن جاء بعدهم ممن سار على نهجهم وتمسك بخطاهم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: ورد في سورة مريم ذكر الباقيات الصالحات، ما المقصود بها؟ الأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات خير، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، راد بها الأعمال الصالحة. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، يقول: بارك الله فيكم، ما هي الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بمشيئة الله؟ كل الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكل شيء فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نأمل توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة متفق ولا صفرة متفق عليه. يقول: ما نوع النفي في هذا الحديث أيضا؟ نوع النفي معناه النهي في هذا الحديث، أي لا تطيروا ولا تعتقدوا في هذه الأشياء، وإنما علقوا عقيدتكم بالله سبحانه وتعالى. وهذا رد على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يعملون بهذه الأشياء ويعتقدون فيها، فهذا رد عليهم ونفي لما كانوا عليه من الباطل. فقوله لا عدوى، المراد بالعدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد، هذه هي العدوى، انتقال المرض من مكانه إلى مكان آخر، وهذا واقع، هذا واقع، ويؤمر بالتحرز منه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد مصح على ممرض. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. تأخذ الوقاية، وإذا وقع الوباء في بلد فلا يخرج منه أحد ولا يقدم عليه أحد منعا للعدوى، لكن هذه أسباب وقائية، وكما يقولون الوقاية خير من العلاج، أسباب وقائية. أما الذي ينقل المرض ويقدر المرض فهو الله سبحانه وتعالى، لا تنتقل العدوى بنفسها بدون تقدير الله جل وعلا ومشيئته كما تكونه تعتقد في الجاهلية. لا عدوى، أي لا تعتقد أن العدوى تحصل بنفسها بدون تقدير الله جل وعلا، ولا يمنع هذا من اتخاذ الأسباب الواقية كما ذكرنا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطيرة فهي التشاؤم، يتشاؤمون بالطيور ويتشاؤمون بالأشخاص ويتشاؤمون في البقاع ويتشاؤمون في الزمان والأوقات، كل هذا باطل، لأن هذا اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه ينفع أو يضر، يعلق القلب بالله عز وجل ولا يتشاؤم بالطيور والدواب وغير ذلك، وهذا من أمور الجاهلية، هو شرك. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ولا هامة، الهامة هي الطائر المعروف بالبومة، وكانت في العادة تقع على الخرائب وعلى مخلفات المباني، ويعتقد فيها أهل الجاهلية أنها تنعى وأنها تدل على الموت، فإذا وقعت على جداره قل نعت إلي نفسي، هذا من أمور الجاهلية، هذا الطائر ليس له دخل في موت ولا حياة، ولا يعتقد فيه، ولا هامة ولا صفر،
صفر هو شهر صفر، كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، يظنون أنه وقت مشؤوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك. صفر شهر من الشهور، وقت من الأوقات، ليس فيه نفع ولا ضرر إلا بتقدير الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مقيم في المملكة يقول: نحن في قريتنا في بلادنا من الأمور المسلم بها دفن الموتى في المساجد، فما حكم ذلك حفظكم الله، وما هو توجيهكم؟ هذا منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه، غاية التحذير، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن الميت إذا دفن في المسجد اعتقد الناس فيه أنه ولي من أولياء الله، وأنه ينفع ويضر، فيطوفون بقبره ويستغيثون به ويذبحون وينذرون له، كما هو واقع الآن. فلا يجوز دفن الميت في المسجد، ولا يجوز بناء المسجد على القبر. كل هذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله، وهذا من فعل اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم. وهذا من ناحية، والناحية الثانية أن هذا وسيلة إلى الشرك، كل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة، بعثها أحد الأخوة، رمز لإسمه بأبي محمد. يقول: لي بنت عقد عليها الشاب، ومضت أكثر من سنة وهو لم يستطع أن يستأجر بيت ويؤثثه، فهل أطالبه بإيجاد السكن وتأثيثي، أو أتقدم إلى القضاء لفسخ النكاح؟ أشير عليه، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، لك الحق في أن تطالبه بإعداد السكن والمؤونة لزوجته لأجل أن تسلمها له، لك الحق في ذلك، وينبغي مساعدة هذا المحتاج وهذا الفقير منك ومن إخوانه المسلمين. من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن نفس كربة عن مسلم نفس الله له كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقبل أن تطالبه تسعى بالمساعدة له، تذكر حاله للناس المحسنين، لعل الله أن ييسر له من يعينه على هذه المهمة. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا كان في العقد اشتراط في هذه النقطة؟ بدون اشتراط، لو ما شرط السكن على الزوج والنفقة على الزوج، لو ما شرط هذا مقتضى العقد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل من السنة صلاة ركعتين للزوجين ليلة الزواج، وهل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يستحب له إذا دخل على زوجته خلا بها أن يصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يرزقه منها ذرية صالحة. هذا من الأمور المستحسنة، ولا يحضرني أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء ذكروه في باب النكاح. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: في حالة التيمم لأداء صلاة المغرب لعدم وجود الماء في أحد الأماكن البرية، وعند الرجوع ودخول وقت صلاة العشاء توفر الماء وأنا على وضوء بعد التيمم، فهل أتوضأ بالماء حال وجوده وأصلي؟ إذا حضرت الصلاة التمسوا الماء حولكم وبقربكم، التمسوا الماء وبسؤال الناس الذين حولكم، فإذا لم تجدوا ماء تيمموا، قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا بعد الطلب والبحث. فإذا تيممت وصليت فصلاتك صحيحة، لكن إذا وجدت الماء بعد ذلك وجب عليك أن تتوضأ ولا تبقى على التيمم. ولو كنت لم ينتقض ولم يحصل لك ناقض من نواقض الوضوء، فإن التيمم يبطل بوجود الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل حفظكم الله يقول: إذا أراد الزوج مراجعة زوجته أثناء العدة وأراد المراجعة، هل يجب وجوبا أن يشهد أحد على هذه المراجعة؟ نعم، أمر الله بالإشهاد على المراجعة، قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. لو راجعها بدون إشهاد بالقول أو بالفعل صحت رجعته ولو لم يشهد، لأن الإشهاد في هذا السنة. بارك الله فيكم. هذا يقول: نسيت في صلاة الظهر وقرأت الفاتحة جهرا، هل علي أن أسجد سجود السهو؟ يستحب لك أن تسجد سجود السهو ولا يجب، لأنك لم تترك واجبا ولا ركنا، وإنما
تركت سنة أو فعلت شيئا غير مستحب فيكون فإذا سجدت للسهو فهو أحسن، وإن لم تسجد فلم يلزمك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا نويت الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وبعدها بفترة لم أستطع لعذر مرضي أو غيره، فهل يجب علي قضاء ما فاتني من الصيام؟ لا، ما يجب عليك قضاء، القضاء للواجب، الفرض هذا سنة، فإذا فات وقته فلا تقضيه، وأنت معذور وأنت على نيتك، إذا نويت ولم تتمكن فأنت على نيتك ولك الأجر في ذلك. نعم. يسأل بارك الله فيكم عن صلاة الضحى، متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وما حكمها؟ حكمها أنها مستحبة، سنة مؤكدة. وأما وقتها فيبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وينتهي باستواء الشمس فوق الرؤوس وما قبل الزوال يسير، هذا وقتها ممتد. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، نتواصل معكم. وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم التوسل بغير الله عز وجل؟ الله جل وعلا لا يتوسل به، وإنما يدعى ويطلب منه سبحانه وتعالى مباشرة. وأما التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا مشروع. أما التوسل بالأشخاص، توسل بالنبي أو بالصالحين أو المخلوقين، هذا لا يجوز، لأنه بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد أن أختم القرآن في كل وقت، هل ختم القرآن حفظا أفضل أم ختمه قراءة؟ كلاهما والله الحمد طيب، سواء قرأته من المصحف أو قرأته عن ظهر قلب، وهذا يرجع إليك. إذا كان قراءته حفظا أسهل عليك تقرأه حفظا، إذا كان قراءته من المصحف أسهل عليك تقرأه من المصحف. نعم. يقول: ما حكم صلاة الفريضة سواء كانت العصر أو الظهر في المقبرة للحاق بالجنازة والصلاة عليها؟ لا يجوز صلاة الفريضة ولا النوافل، لا تجوز في المقابر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وإليها، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك بالأموات، إلا صلاة الجنازة، فالجنازة يصلى عليها في المقبرة، ويصلى على القبر إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن، صلاة الجنازة جائزة في المقبرة على القبور على القبر. وأما صلاة الفريضة أو النافلة فلا تجوز في المقابر ولا عند القبور ولا عند قبر واحد حتى. نعم. يقول بارك الله فيكم، سؤاله الأخير في رسالته، يقول: تخصيص يوم في الأسبوع لزيارة القبور ما حكمه؟ لا دليل عليه، القبور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها مطلقا ولم يحدد يوما معينا، حسب ما يتيسر للمسلم يزور القبور في أي يوم تيسر له ذلك، ولا يتقيد بيوم معين لأنه لا دليل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب مما جعله يتشائم هو وأهله من هذه الدار، فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ إذا لم يطمئن فيها واستوحش منها فلا بأس أنه يبحث عن غيرها وينتقل منها ليطمئن يرتاح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وشاءت الأقدار كذا وكذا؟ كل هذا لا يجوز، المشيئة لله عز وجل، يقال شاء الله ولا يقال شاءت إرادة الله أو مشيئة الله يسند إليها، أو الظروف ما تسند المشيئة إلا إلى الله، لأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وإن كان العبد له مشيئة لكنها بعد مشيئات الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أما الظروف فليس لها مشيئة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: بعض الناس إذا مات الشخص قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فما حكم ذلك؟ هذا غير مشروع، لكن يدعو للميت، المشروع أنه يدعو للميت ولا يزكيه، هذه تزكية وهو لا يدري، لكن يحسن الظن بأخيه ويدعو له، هذا هو المطلوب. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما معنى الترتيب في الوضوء، وما المراد بالموالاة في الوضوء، وما حكمها؟ ترتيب في الوضوء أن يرتب أعضاء الوضوء كما جاءت في الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبدأ بالوجه ومنه المضمضة والاستنشاق،
وأيديكم إلى المرافق بعد الوجه يغسل اليدين، امسحوا برؤوسكم يمسح الرأس بعد غسل اليدين، وأرجلكم إلى الكعبين يغسل الرجلين بعد مسح الرأس، هكذا على الترتيب. وأما الموالاة فهي عدم التأخير، تأخير غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، هذا لا يجوز، لا يؤخر العضو حتى ينشف العضو الذي قبله في زمن معتدل، اليوالي، لأن هكذا ورد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نلتقي على خير بإذن الله تعالى. أستودعكم الله،